برضه استاذ الشقير عبي، برايك شنو افضل، الميزانيه وافضل انه يكون؟ والله احنا اذا دام نتكلم عن الميزانيه يا رشا حقو نتكلم عنها بشكل اجمالي. يعني ما المساله اكل وشراب وبس. أيوة صح. الميزانيه دي فيها مدارس، الميزانيه فيها علاج. صحيح. الميزانيه فيها ايجارات، فيها بنزين، فيها اشياء كثيره، فيها مواصلات، وبعدين الاشياء دي كلها متغلبه. يعني انت ممكن تكون شايل 200 300 500 ممكن يحصل تضخم في زمن عشان انت ماشي على السوق، ممكن ربع البصل من 300 بقى 400، فبتبقى في نفس اللحظه. يعني خليك من انك انت تبيت ولا بكره عندك شنو ولا دار تعمل شنو، الثقافه بتاعت البيت السوداني وشكل البيت السوداني وتميزه، بيت البيكر ممكن يكون جنبك اللي انت عايز تشيل له الصينيه، الاشياء كثيره. يعني الضيف اللي بيجيك فجأة دي كلها ما بتقدر انت عشان انت ترسم ميزانيه زي صح. ما تكلم الدكتور بر الناس مسارتها سهله، يعني كل زول مكفول في بيته وحاجته قدامه، لكن هنا نحن لا، مجاملات وترابط. ينزل لك عديل حفله تجيك في البيت، ضيوفك، اهلك جايين من اغاليم، ناس مشت مستشفى علاج، انت ركبت في المواصلات دي، جنبك اربعه خمسه انفار دار تدفع لهم، ده حق رجوعك يعني. صح. كويس، مشيت المستشفى، التذاكر بتاعت المستشفى تقدمت انت لثلاث اربع تذاكر عشان تدخل الناس. فالحته بتاعت الميزانيه ده انا افتكر انه الكلام فيها فضفاض، يعني مفتوح، يعني ما بتقدر تعمل لها الكنترول اللي انت دايره. طب انا اذا حتابع الحاجات دي كلها معناها فعلا لا، ما انا صدار اقول لك هي أيوه. هي يعني انت هي بتبقى تحوطات اكثر من انك انت ميزانيه. يعني انت الليله يوم الخميس وانت الجمعه ما شغال، لو انت شغلك خاص، لو انت بمرتبك، بتبقى المساله مختلفه. طيب انا بفتكر برضه الدكاكين بتاعت الاحياء دي، يعني ده شراء بيسموه شنو، هو اجل اجل يعني يعني بيه. كل الناس مديونه، يعني الدفاتر الضروره دي كلها مسجله، ناس عليها ديون وعليها كده. يعني انت ده مرتب سبتمبر، انت خشيت في اكتوبر، خشيت في اكتوبر، وممكن تكون ناس خشت في نوفمبر. اذا انت عندك شغل خاص او شغل اليد، الرزق اليوم باليوم، انت الليله الخميس والجمعه ما شغال، السبت ما شغال، ممكن لحظات ما تبقى عندك المساله في يدك. صح. شغل. فانا بفتكر انه قدر الموجود الناس يدبروه. كلمة ميزانية دي نحولها لتدبير، ونحولها لترشيد، ونحولها لمباصرة زي ما قالت الأستاذة. فنباصر كده حاجاتنا عشان نمشي، وهي الشعب السوداني ده كله عايش بالمباصرة. صحيح. وتحت بند الله كريم يعني. الناس عايشة الحمد لله. ما أكله الثقافة برضه بتاع التبادل، الوجبة مما نصنع، انت بتدي جارتك، جارتك بتديك. في الاحياء شعبية، في احياء راغية، معلش بقت هنا باسطة ولا كنافة، هناك ممكن تكون كسرة وملاحم وكده ومفروك. فدي كلها الاشياء دي انا افتكر لو ما خدناها نحن في خرطة بصورة عامة، حتى بعدين نجي نتكلم عن انه منو البدير، المرأة ولا الراجل. والإدارة أنا في تقديري برضها أتفق مع الدكتور إنها شراكة، وكمان أضيف لها شراكة ذكية. يعني أي كشيرة فيها من أي طرف أو عدم قبول بتفضها طوال، يعني بتقلبها رأسا على عقب. يعني بتبقى المسألة إنك أنت بعد ده تفتش حالك وتدبر حالك. فمهمة شديد جدا الشراكة والشراكة الذكية. والله يا أخوانا مدام والله نحن اللي عندنا كده ودارين ناكل ونشرب، الولد ده ماشي وداخل هان ميزانية برضو، نسينا يا دكتور فيها تحويل الرصيد، الرصيد للناس الماشى الجامعات والناس الماشى المدارس، حاجات دخلت جديدة، يعني كلها حاجات كثيرة. فوالله يا رشا افتكر ان احنا عشان ما نظلم طرف، يعني المسألة دي لو قلنا احنا بتجيب لكم انتوا الكلام، ولو انتوا سكتوا بتجيب لنا الكلام. نحن غايبين على رقبتنا، احنا ما عايزين حتى لو الشراكه اللي اتفقنا في الاخير انه تكون شراكه بينهم، شراكه ذكيه. ايوه، كيف الناس تعبر بها المراحل اللي احنا فيها، والمرحله اللي احنا فيها، والظروف الاقتصاديه فيها، عايشه البلد كلها، يعني المستطيع والما مستطيع بيمر بظرف اقتصادي. طيب احنا هنقول هرجع عليك الثاني لحاجه قالوا زمان، يقول لك الاب شغال والناس كلها عاطله ومكلهم وقادر عليهم، والليله ممكن البيت يكون فيه خمسه شغالين وما يعني الصعوبه غايمه. فكده والله الحته دي فيها جوانب نفسيه.